اليوم رح نحكي عن مهرجان أيام فلسطين السينمائية اللي اختتمت الدورة الثامنة من هذا المهرجان، عروضها يوم أمس الاثنين في مدينة رام الله بإعلان الفائزين بالنسخة السادسة من جوائز مسابقة طائر الشمس الفلسطيني وبعرض الفيلم المغربي علي صوتك المخرج نبيل عيوش. للحديث عن حفل الختام وعن المهرجان بشكل عام معنا على التليفون المديرة التنفيذية لفيلم لاب فلسطين علا سلامي. علا يسعد مساكي. أهلاً مساء الخير معي. مبسوطين بوجودك معنا بعطري، وجهودكم جبارة بمهرجان أيام فلسطين السينمائية. اليوم بدنا نحكي عن المشهد الختامي لمهرجان أيام فلسطين. كيف كانت؟ كيف كان مبارح؟ كيف كان الختام؟ كيف كانت العروض بشكل عام؟ يعني دائما المشهد الختامي كنا حاسين احنا توجنا الاسبوع. نعم. من اسبوع من العروض، كان قبلها 5 أيام من العروض، فكان المشهد الختامي جميل، وكان الكل بيستنى في اعلان نتائج مسابقة طائر الشمس. بعرف اذا شفتوا، بس كان قبل الختام القصر اللي كان مفروض يكون فيه الختام صار فيه اقتحام لقوات الاحتلال للمنطقة. نعم. تأخر الآخر راوند وآخر كل شيء، تأخرنا شوي في الافتتاح لغاية ما بدينا، علشان اللي صار، بس هذا يعني جزء من حياتنا من المشهد. الله يقوي. بس يمكن شوي الناس كانت خايفة، بس بالآخر كانت كل موجود بالقاعة، وكان في إصرار إنه الكل يحتاج. جميل جدا. طب شو الأفلام اللي فازت بمسابقة طائر الشمس الفلسطيني؟ إحنا مسابقة طائر الشمس هي الأفلام عن فلسطين أو من فلسطيني، مش بالضرورة المخرج يكون فلسطيني، يمكن يكون أفلام عن فلسطين. نعم. في عندنا 3 فئات، هي جائزة الأفلام الوثائقية، وفي القصيرة، وفي جائزة الإنتاج. هم $3,000، $5,000 جائزة الإنتاج، $10,000 بالإضافة إلى مي خدماتنا بعد الإنتاج. جميل. فازت فيها دينا ناصر. نعم. وكمان كان في الأفلام القصيرة بالجائزة لؤي عواب، ولا الوثائقية مخرج عبد الله الخطيب عن فيلم فلسطين الصغرى. يعني احنا اليوم كنا سعداء بالنتائج، وكنا سعداء كمان بالجوري. يعني كان في عندنا لكل مسابقة جوري، احنا كثير فخورين انهم كانوا موجودين معنا، وانهم كانوا جزء من المهرجان. نعم. اليوم إذا إحنا منشوف يعني ما شاء الله الأفلام الفلسطينية اللي بتجسد النضال الفلسطيني عم بتكون موجودة بكل مكان، على منصات رقمية، بمهرجانات عالمية، بمهرجاناتنا المحلية. احكي لنا أكثر عن صناعة الفيلم الفلسطيني. يعني مثلا إحنا كموزعين الأفلام بالشبكة العربية، فعلا أكثر الأفلام نجاحاً هي الأفلام الفلسطينية، عم نعرض كل فترة وفترة فيلم، الناس عم بيطلعوا مذهولين. ما بنحكي كمان عن طبعاً المحتوى، هو 100% شيء رائع وشيء عم بيجسد هذا النضال عن معاناة فلسطين. كمان في هناك تطور على العدسة والصورة والألوان، كمان شيء جميل، عم في تطور على الصناعة عم بيصير بشكل كتير كبير. هي السينما من أهم وسائل نقل الرواية الفلسطينية، والحفاظ عليها في الوقت اللي احنا في عصر الصورة. يعني مش هي أكثر وسيلة ناجحة لتثبيت روايتنا ونشر روايتنا، بس احنا في عنا مشكلة بفلسطين، واحنا ما في عنا بنية تحتية لصناعة. نعم. يعني ما في معدات، ما في استوديوهات، فهذه من الأسمات الأساسية في صناعة السينما بفلسطين. بيضطروا للإستئجار من الداخل، بيضطروا يعملوا البوست برودكشن في أوروبا، فكمان هذا بيخلي في تكاليف عالية لصناعة الفيلم الفلسطيني. وممكن تلاقي المخرج إذا فيلم رواية طويل بيقعد سنين لا يحصل التمويل علشان يعمل الفيلم. فإحنا بحاجة لخلق بنية تحتية لصناعة السينما، وكمان بحاجة لكفاءات وللمهن اللي داخل الصناعة. نعم. فهو مش يعني الصناعة، يعني تمام الحمد لله في أفلام وعم تطلع، بس مش بسهولة، لأنه الصناعة نفسها محتاجة لتعزيز. نعم. فمش سهل يعني هو مش سهل، وبالرغم من كل هاي الصعوبات إلا إنها عم توصل للعالمية. يعني بالضبط.
كان في دراسة عملناها في الميلاد 2018 عن احتياجات صناعة السينما بفلسطين، وبناء على نتائج هاي الدراسة احنا بلشنا نتحرك وحطناها على استراتيجيتنا. فبعام 2020-2021 قدرنا نعمل استوديو انتاج، وقدرنا نعمل اول استوديو كلاري جريدينج بفلسطين بمعدات عالمية، وبلشنا كمان في بناء قدرات كلاري جريدينج بفلسطين لانه ما في عنا. جميل احنا بناء على هاي الدراسة وعلى احتياجات الصناعة هلا عم نتحرك حاطين خطة لثلاث سنين انه احنا نقدر نأمن بنية تحتية لصناعة السينما بفلسطين. يعني شيء رائع وجهودكم جبارة، ودائما وابدا بحقق فوز كبير في مهرجانات عالمية دائما في فلسطين. طب خلينا نرجع شوي للمهرجان، اقبال الجماهير في الدورة الثامنة كيف كانت؟ احنا كنا كثير سعداء باقبال الجماهير في الدورة الثامنة، بالذات في القدس وغزة. نعم. لانه القدس وغزة يعني مرقوا بظروف سيئة هذا العام، وبشكل عام يعني الاهتمام بالسينما بالنسبة لنا نعتبره تحدي بناء ثقافة سينمائية في غزة والقدس، كان في إقبال عالي. إحنا كنا بالعادة بتكون المهرجانات يعني متأكبر من دينا واحدة، بس إحنا بفلسطين لأنه الجغرافيا السياسية عندنا صعبة وصعوبة الحركة والتنقل بين المدن والمحافظات، فكنا عاملين في القدس وفي غزة وطبعا رام الله وبيت لحم وحيفا والناصرة. كان في عندنا 14 قاعة عرض، فطول الوقت كان في عروض وكان في إقبال واهتمام من الناس بالأفلام، ويكون في نقاشات بعد الفيلم. يعني مش بس عم بحضروا براوش، لا في 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 حواريه نخرج اذا كان موجود طبعا. فلا يعني هذا بيشجعنا كمان نستمر، لانه من اهداف المهرجان نرجع الناس لصالات العرض، يكون في ثقافه سينمائيه، فاخبار الناس بيشجعنا انه احنا لازم نستمر كمان طبعا. وهي كمان النقاشات بتطور اكثر بهاي الصناعه بالتواصل مع القائمين على الفيلم من مخرجين والى اخره. كمان كان هناك ورشات عمل داخل المهرجان، برضو في ورشات عمل تدريبيه. يعني كان في ملتقى صناع السينما، هو كان جلسات حواريه حول صناعه السينما بفلسطين واحتياجاتها واحنا بشو بحاجه لشو. وكان في عندنا ماستر كلاس للمخرج الفرنسي العالمي لادلي، اللي هو مش عارف اذا شفت فيلم البؤساء قبل سنتين. نعم. اخذ رئيس النقاد في كان وترشح لجوائز كثير، كان قدرنا انه يكون معنا بفلسطين. وكان في ماستر كلاس لطلاب السينما والفيلم ميكر، وكان تفاعلهم كثير يعني جيد جدا معه، وهو كان كثير سعيد انه موجود بفلسطين. يعني كان حوار كثير ماستر كلاس جميل يعني بين الطلاب وبينه. جميل جدا. هلا اكيد بداتوا التفكير في الدوره التاسعه للمهرجان، بنتمنى لكم كل التوفيق. طبعا جهودكم زي ما حكيت لك جباره، يعطيكم العافيه. احنا مبسوطين دائما بانه نغطي هاي المهرجانات اللي فعلا بتجسد النضال الفلسطيني وكمان مقاومته ونضاله. يعني كل الشكر لكم علا، احنا سعداء جدا بالتعاون معكم في هذا المهرجان. شكرا كثير لك. شكرا لك. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احنا اذاعه يا مزاج.